صارت معنا عبر الخط الهاتفي السيدة عايدة توما النائب عن القائمة المشتركة في الكنيسة. يسعد صباحك سيدتي. صباح النور، صباح النور لكم جميعا وللدكتور خليل كما طب. فهمت هو أيضا على الخط. صحيح، هو معنا في الاستوديو. في الاستوديو. صباح الخير إليك عزيزتي. أهلين. هلا. إذا هيك ست عايدة، تحدثنا مع الدكتور خليل رناوي حول ظهور السياسيين في المنابر الإعلامية والفرق بين إنه يطلعوا على وسيلة إعلامية وميديوم إسرائيلي عبري والفرق إنه يطلعوا على قناة ربما تبث وتتحدث بصوت فلسطيني عربي خالص. هذه الفوارق وأهمية وجود منبر إلنا كشعب فلسطيني في الداخل. اولا دعني يعني اهنئ انفسنا قبل ان اهنئ اصحاب او من يقف وراء قناة مساواة والطاقم العامل فيها على اتمام كل عام الثالث. عمليا اعتقد بان هذا المنبر الذي اتيح لمجتمعنا العربي الفلسطيني هو منبر هام، كونه يتحدث باسم احباب. ما قالته عفاف في البداية اننا نتحدث عن انفسنا وليس نحن الضمير الغائب اللي يتحدثون عنه في وسائل الاعلام الاخرى. يعني اذا كنت اريد ان اشبه عندما في الفترة الاخيرة عندما يتم يعني الاتفاق معنا على الظهور في وسيلة إعلام إسرائيلية، على الأغلب يعني نكون نعرف مسبقا بأننا ذاهبون إلى معركة وليس إلى مقابلة تلفزيونية أو إذاعية. أنا أشبهها بمرور المواطن العربي على يعني حاجز عسكري، أنت تستنفر بكل طاقاتك قبل أن تصل إلى هذا الحاجز. أن يتوفر منبر نستطيع به أن نتحدث في من خلاله، أن نتحدث بأريحية وأن نخاطب مجتمعنا وأن نسأل الأسئلة التي تهم مجتمعنا فعلا ويريد الاطلاع عليها. هذه قيمة لم تكن متوفرة في السابق على الأقل تلفزيونيا وأتاحتها القناة، وأعتقد أن لها خصوصية كونك أنت تأتي بالفعل لتحاور المجتمع وليس تأتي لمعركة تريد من خلالها إثبات أنك بريء من تهمة. هذا أمر هام جدا، بالإضافة إلى كون الصحفيين يعني أو الإعلاميين الذين يحاوروننا هم ينطقون بهموم المجتمع ويتساءلون الأسئلة التي تدور داخل مجتمعنا ويريد أجوبة عليها منا. أنا أعتقد هذا أمر هام، يعني بإمكاننا من خلاله أن نستعمله كأداة لتطوير مجتمعنا وصقله في الاتجاه الذي نريد والمبادئ التي نريد. نعم سيدة عايدة، انطلاقا من هاي الفوارق اللي تطرقت إلى حضرتك، يعني قديش هذا الموضوع أيضا مرتبط في التأثير على الرأي العام، بداية الفلسطيني، ثانيا ربما الإسرائيلي، وبعد ذلك العالمي، من منطلق قديش وضعية مساواة اليوم مشاهدة حول العالم؟ يعني في فرق كبير أنه اليوم المواطن البسيط بصرف النظر مين هو وشو خلفيته يتابع تغطية عبر قناة عبرية إسرائيلية لمظاهرات التضامن مع غزة على سبيل المثال اللي كانت في حيفا، وبالمقابل تغطية مثل تغطية فضائية مساواة تتحدث عن جوهر القضية. أخت عفاف، أنت تعلمين أكثر من غيرك بكونك تأتينا من هذا المجال أهمية الإعلام في صقل الرأي العام بشكل عام، يعني بغض النظر إذا كان هذا الإعلام مجير لخدمة أهداف سياسية معينة أو اجتماعية، ولكن الإعلام هو إحدى الوسائل الهامة جدا التي يسعى من خلالها أي إنسان يريد أن يؤثر أو أي جهاز يريد أن يمثل بالرأي العام يسعى للسيطرة على هذه الوسيلة أو استخدامها. بالتالي أنا أعتقد أنه داخليا داخل مجتمعنا وجود قناة من هذا النوع كما قلت تفتح مجال لحوار مختلف فيه نتعاطى نحن مع أنفسنا من خلال
يعني نوع من الاطمئنان ان الهدف العام المشترك هو هدف تطوير هذا المجتمع ومحاولة الوصول كل إلى إقناعه برؤى إذا كان السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية، وهي منصة نتخاطب فيها مع المجتمع. من ناحية التأثير على المجتمع الإسرائيلي، أنا صحيح يعني لا أعلم إلى أي مدى الإعلام الإسرائيلي أو الجمهور اليهودي الإسرائيلي يطلع على برامج القناة، ولكن لا تقل أهمية من الحوار الداخلي، الحوار مع العالم العربي أو البث إلى العالم العربي أو إلى بقية أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن هذه يعني هذا منبر نحن فيه نتحدث عن أنفسنا، نحن نوجه رسائلنا دون أن تمر بعملية تشويه أو بعملية يعني تعديل لمضامينها. صوتنا يصل خالص إلى الأماكن التي نريد أن يصلها، يصل بشكل واضح، فيه مقولة واضحة وفيه تعبير عما نريد نحن كفلسطينيين، حرمنا لسنوات طويلة من هذا التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي مع بقية أبناء العالم العربي. السيدة عايدة توما النائبة عن القائمة المشتركة في الكنيست، يسعد صباحك وشكرا جزيلا على هاي المداخلة.